السلام عليكم، انا فوزي جمال فوزي، خريج معهد البصريات. الحاجه الغريبه النهارده في عدد مجله اتحاد الاذاعه والتلفزيون غلاف اول كاتبين عليا شيوعي. عرفوا منين اتحاد الاذاعه والتلفزيون او اللي كتب لنا شيوعي؟ الحاجه الغريبه اللي انا ملتي مش يعني مش تبع، يعني انا مش مسلم، انا مسيحي، يقول عليا شيوعي ازاي؟ يعني حتى لسه دلوقتي مجلات والاذاعه والتلفزيون عالم مش عارف اقول لك ايه دلوقتي، نفس كده لسه برضو زي ما هم نظام قديم. يعرفوا الناس مين عشان يتكلموا عليهم. الحاجه الحلوه، مش زعلان على اللي حصل، اللي انا عدد اول وفرحان بالصوره، بس فرحان في حاجه تاني عشان يعرفوا ان العالم ديت كدابه جدا. الناس بتقول علينا بلطجيه، احنا مش بلطجيه. الناس اللي بيقول علينا عالم مندسه بناخد فلوس، يعتذر مواطن دلوقتي لما يعرفوا انت كنت في الميدان يقول لك خدت كام؟ 400 جنيه 600 جنيه؟ حاجه يعني حاجه غريبه. انت هتلف عندك الخيم اللي موجوده، ناس نظيفه جدا موجوده، فاهمني؟ معاك ان كل يعني مظاهرات بتحصل او مشكله بتحصل كان في بلطجيه، ما بقولكش لا، بس المره دي بجد شباب 25، بجد شباب 25. بسبب الاعتصام، وايه مطالبهم؟ سبب الاعتصام، احنا عارفين الاعتصام كان يوم 8/7. الناس اللي بتتكلم في الدستور الاول، احنا ما بنتكلمش في الدستور الاول، احنا تحت مسمى مصر الاول. زي الجمله اللي بقولها على طول، انا نازل الميدان، انزل وقول حق مصر فين؟ هي ديت، احنا نازلين بنقول حق مصر فين؟ فين حق الشهداء؟ عايز اعرف بس فين حق الشهداء؟ شهداء اللي ناس خدت وماتت عشانها، الشهداء دي ماتت عشان الاحزاب والحركات اللي معموله تحت 50,000 حركه، 50,000 حزب. سؤال، فين الاخوان؟ الاخوان خد اللي هم عايزينه؟ الاخوان طلعوا، كل واحد قال لك العو طلع، ابو فتوح طلع، طارق الزيدان خد تراب، شباب 25 شباب الاخوان، وعمل التراب بقى وهدفه دلوقتي حسين سالم ولا حسين ايه؟ عند وزاره، عند السفاره الاسبانيه بقى اهداف كده. الاهداف دلوقتي بقت مطالب فاويه، يعني الواحد مسجون دلوقتي منظر غريب، نص مخيمات سلام نص شهداء. من امتى حصل كده؟ من امتى حصل كده؟ حاجه تاني للاقباط بقولها لهم، لو حلمكم الكنيسه هتتبني او الكنيسه هتتحرق وعايزين تعملوها، اقول لهم انا اسف، اي حد عايز يعمل فيكم حاجه هيعملها، اي حد عايز يعمل فيهم حاجه يعملها، ماشي. بس حاجه الجميله، عندنا البابا رافض نزول اتحاد شباب مزبيرو يوم 8/7 عند مزبير، واحنا رافضين عشان كانوا نازلين، يعني هم نازلين عشان قانون دور العباده ودستور الاول. اقول لهم انا اسف معاكم في الجمله دي جدا، ماشي. دستور بقى مش دستور، ان في مشكله دلوقتي تاني هيحصل مشكله، ان في ناس عايزه دوله برلمانيه وناس مش عايزه، وكل المرشحين نفسيهم اهلا وسهلا بالاسامي اللي موجوده، اهلا بس ما اعرفهمش. انا مين؟ عمرو موسى فاشل في جامعة الدول العربية بكل المقاييس، فاشل. العو مين؟ أبو فتوح مين؟ عكاشة بتاع قناة الفرعين اللي زعلان قوي عشان اسمه ما اتكتبش في الاستفتاء بتاع المركز العسكري. أقول له آسف يا عكاشة، أنت أراجوز بتلعب. المشكلة دلوقتي، كنا زمان بنعمل الانتخابات وخش انتخب ب 50 جنيه، دلوقتي بزاز الزيت انزل وصلوا الشعب، يقول لك كفاية مظاهرات، خلاص مش عايزين حاجة تاني. كلمة ليك يا شرف، حكومة شرف وحكومة ترى، مين هيكسب فيهم؟ حكومة شرف وحكومة ترى، بس أنا اللي شايفه حكومة ترى هي اللي كسبانة دلوقتي. شكرا.